قديشات مارن إيشو عمشي حا كرزوتا آت يوحنان فيما يسوع مجتاز راى رجلا أعمى من بطن أمه فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ أهذا أم أبواه حتى ولد أعمى قال لهم يسوع لا هو أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي لي أن أعمل أعمال من أرسلني ما دام النهار فسيأتي الليل الذي لا يستطيع أحد فيه عملا ما دمت في العالم فأنا نور العالم لما قال هذا تفل على الأرض وجبل من تفلته طينا وطلى به عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة شيلوحة التي تأويلها المبعوثة فذهب واغتسل وعاد وهو يبصر فكان جيرانه والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي يقولون أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي فمنهم من كانوا يقولون أنه هو ومنهم من كانوا يقولون لا لكنه يشبهه أما هو فكان يقول أنا هو قالوا له كيف انفتحت عيناك أجاب وقال لهم إن رجلا اسمه يسوع صنع طينا وطلى به عيني وقال لي اذهب واغتسل بماء شيلوحة فمضيت واغتسلت فابصرت وقالوا له أين هو قال لهم لا أعلم وشوحا لا لها أمين عين شوحا لمشي حما بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين Good afternoon everyone. Wish you all a blessing this weekend. ماذا نشوف صيف بس جو طيب ما لا باردة ولا حارة هي شيء أحسن طيب إن شاء الله دائما بالصحة والعافية قرينا اليوم نص إنجيل يوحنا الفصل التاسع إذا نقرأ الفصل القبله راح نشوف يسوع يعلن ويقول لليهود للجماعة كله أنا نور العالم لما الواحد يجي يقول نور العالم اللي هو يسوع معناتها دي يكشف الأوراق وش قد ما تكون ظلمة ما راح نشوف شيء لكن بس نشعل الضوء راح نشوف كل شيء ويسوع لما يقول أنا نور العالم معناتها دي يفضح الكتبة والفريسيين كشفهم حتى يبدد هاي الظلمة ما يقصد الظلمة النور إنما البصيرة العمق الداخلي ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هاي الظلمة راح تنزاح ويحملهم إلى نور المجد أبناء إبليس صاروا أبناء النور يردون واحد يحررهم من هاي القيود
قيود الخطيئة، قيود الظلمة، حتى يهبهم استنارة داخلية. احنا محتاجين هذا النور الداخلي، ما عيون، لا، نريد نشوف العمق. مرات نشوف واحد لما دا يخطط نقول علينه واو، شقد عندك تفكير عميق وبعيد وبعيد، معناته دا يشوف، نقدر نقول تنبؤ، نبوءة، نقدر نقول دا يقرا علامات. لهذا يسوع نبهنا يقول يا أولاد العفاعي، تعرفون تقرون السماء؟ اليوم راح تمطر، اليوم ما راح تمطر، بس مدى تعرفون تقرون علامات الله بحياتكم؟ ما نعرف نقرأ هاي العلامات؟ فيسوع يريد يكشف بهذا النور، لما يقول أنا نور العالم يريد يكشف هاي الظلمة. ما بس نقرأ اليوم غيم أكو مطر، لا، نقرأ اليوم علامات الله في حياتنا. في الفصل السابق من اليوم، من هذا النص اليوم، نقول إنجيل يوحنا فصل 8، يسوع كان يحكي ويبشر ويوعظ ويسوي عجائب، أرادوا اليهود أن يرجموه، فماذا فعل يسوع؟ مشى بيناتهم كان ولا واحد شافه، وجاز من بينهم، ما حد ما شافه. اليوم يسوع دي يمشي وشاف هذا الرجل المولود من أعمى من بطن أمه، هذا ولد أعمى. أنا برأيي شخصيا، أنا أقولها برأيي من قلية هذا النص، أقول مو مولود أعمى، أقول مولود أكو نقص بالولادة، نقص شيء عضو من أعضاء جسم الإنسان. لأنه وضحها الإنجيل، ليش دا أقول عني هذا الكلام؟ لأن وضحها بالإنجيل لكي تظهر أعمال الله، لكي تظهر مجد الله. شلون؟ نفسرها مثلا، يجي نجار يصنع لنا هذا الستاند، البوديوم، نشوفه مثلا بينه خلل، أكو نقص بينه، فشي يسوي؟ يخلي شوية ستاند، شوفوا مثلا هنا أنا هاي الستاد هذه، يخليها حتى شنو؟ التقوية، تقوية إلى حتى يثبت بالأرض. فمثل ما نقول أكو معلم جيد، أكو معلم سيء، أكو نجار جيد، أكو نجار سيء، أكو كاهن جيد، ما نقول أكو كاهن سيء، لأن ماكو كاهن سيء، أكو كاهن على قد معرفته، لأنه ما حلوة إلى اسم الكهنوت نقول عليه سيء، خطيئة، نقول على قد معرفته، على قد علمه دا يقدم هذا الشيء. النجار، هذا النجار لما صنع هذا الشيء ما خلى هذولا الصاد أو حتى القوة الثابتة تكون أكثر ثابت، أكو نقص بينه. فهنا أنا حاشا، دا أقول حاشا أنه خلق الله هذا الإنسان أعمى. يسوع كان يقدر يمسك عينه وتنفتح عيونه، بس ماذا فعل يسوع؟ تفل على الأرض وسوى طين. شي ذكرنا سوى طين؟ يذكرنا في سفر التكوين، وخلق الله الإنسان من الطين، فجبل طينا وخلق الإنسان. هاي أول خلق. الخلق الثاني نفخ فيه روح، نفخ. فإذا يسوع يبيننا أنه اليوم هو الله المتجسد في أحشاء مريم العذراء بقوة الروح القدس، بيننا يسوع هو الله الحاضر بيناتنا. لهذا يسوع تفل على الأرض وعمل طين. هذا الإنسان ما ولد عمى، هذا الإنسان ولد ما عنده عين. أكو فرق، أكو إنسان هسا، شوفوا عندنا قصتين في الكتاب المقدس يذكرون أعمى، واحد أعمى أريحة اللي كان جالس على قارعة الطريق استعطي، إنجيل لوقا، واليوم أعمى من بطن أمه، معناته هذاك أعمى أريحة ما يقول ما كان ولد أعمى من بطن أمه، هذاك أعمى يمكن كان فتح في حادث
صدمة ما أو ضربة ما أو حادث أو دواء غير صحيح حط على عينه، ها تضحك عينك you are okay. زين، فهنا هذا الإنسان صدمة أو حادث فقد عينه، صار أعمى وجلس على قارعة الطريق يستعطي، هذا أعمى ريحة. بس هذا يقول ولد هو أعمى، ولد ما عنده عين، كأنه ما عنده إيدينات، أكون نقص بالولادة. فماذا فعل يسوع؟ جبل طينا من تفلته ووضعها على عين، كأنه دينحت هذا الشخص مرة ثانية دي يسوي نحت، جاب أكو شيء نقص، إذن خشم حلق، أكو نقص عين، خلى عين، خلى عين. بعدين قال له رح اغسل، اغسل بماء شيلوحة التي هي المرسل، اغسل معناتها ضروري ان المعمودية، الغسل ترمز الى المعمودية. ما ورد هذا النص لا بالعهد القديم ولا جديد الا بهذا اليوم في انجيل يوحنا، ولد اعمى، وما يذكر اي اصحاح ورد في الكتاب المقدس عن اعمى ولادته من بطن امه غير بهذا النص انجيل يوحنا. اهميته اليوم ان الانجيلي ما ذكر اسمه، ما ذكر اسمه ليش؟ احتمال يكون واحد من عندنا. كل الجمهور اللي رادوا يرجمون يسوع يقتلونه فاد من بيناتهم ولا اهتم يسوع لهم ولا واحد شافه. معقوله كل هذا الشعب دار مدار يسوع ما شافونه وهم كانوا قاصدين يرجمونه وفات بيناتهم كأنه مثل ملاك فات ولا حد شافه؟ وين إجا؟ إجا هذا الأعمى، وقف يسوع عنده، بوقفة يسوع حرك التلاميذ يسألونه يا معلم من أخطأ؟ هذا أخطأ أم أبواه؟ زين ليش نقول أخطأ؟ هو ولد أعمى، هل هو عنده خطيئة أم لا؟ من يقدر يجاوب عنده خطيئة أم لا؟ إنسان يولد من خطيئة exactly. فهذا الإنسان ولد دي يقول هو أعمى، يمكن دي يسمع مسبات وبعدين هو يكررها لأن هو دي يحكي بس عين ما عنده، يمكن دي يروح مكانات غير لائقة، يمكن يسوي أشياء غير لائقة، بس هم قصدوا العين. فهنا التلاميذ عندهم بعد أرضي، يسوع حول هذا البعد الأرضي إلى سماوي. ماذا قال؟ لكي تظهر فيه أعمال الله. فيسوع هذا الشخص ما طلب كل شيء من يسوع، ما قال له يا يسوع ارحمني، يا يسوع افتح عيني، ما طلب أي شيء. هو القصد يسوع قصد هذا المكان، هذا الطريق يريد يمشي بينه حتى الدار مداره اللي رادوا يرجمونه يشوفون هذا الأعمى، حتى يشوف التلاميذ ردة فعل التلاميذ اليوم تجاه هذا الإنسان المعاق. فيا ترى التلاميذ سألونه حدودهم، حدودهم الأرضية، من خطأ؟ يسوع رفعهم شوية لكي تظهر أعمال الله، حسسهم بالمسؤولية، هاي هي الرسالة. فإذا هذا الأعمى هو أعمى جسديا ما يعرف شنو هو، مرات يجي مثل ما يقولون funny questions، هل يا ترى الأعمى يشوف حلم لو لا؟ ايه يقدر يشوف حلم، بس شلون هذا الحلم يشوفه؟ كل واحد عنده مخيلة تخلق هاي الأحلام. فهذا الأعمى إنسان طبيعي بس عنده نقص شيء، عيون ما عنده، يسوع أرجعها العيون. تكملة النص بعدين يقول العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. إيش قد ضربة قاسية علينا هذه، يسوع يقسي علينا. فهذا الإنسان الأعمى لما انفتحت عينه شافونه دا يستعطي قدام الهيكل،
قسم قالوا هو لو مو هو؟ قال أنا هو، أنا هو. يسوع لما إجوا يمسكونه في بستان الزيتون ما تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. رجعوا خافوا، أنا هو. معناته الحضور الإلهي في شخص يسوع اليوم صار في هذا الشخص أيضا، في هذا الشخص. لأنه بالأول بالعهد القديم ما كانوا يلفظون اسم الله، كانوا ينادون إلهيم، يهوى، أسماء أخرى، بس اسم الله كان حرام. اليوم صاير اسم الله يمكن نذكره مليون مرة بالجيد وبالسيء. وأتذكر أول بدايتي برسالتي الكهنوتية ذكرت فت قصة ذكرناها فت كاهن وبقت في مخيلتي وذكرتها في إحدى الوعظات. قلت حتى الحرامي لما يبوق يعبي كيس يقول يا الله وينهزم. فاليوم هذا واقعنا. ها حكي عجبتك لازم ها باسم الله يقتلون يذبحون باسم الله. فهنا أخوتي أخواتي المباركين، اليوم هذا الدرس ينطينا يا يسوع أنه يجوز بيناتنا ومدى نشوفه يسوع. هذا العمى شافه يسوع، فإذا منه صار أعمى؟ كل الدار مدار يسوع هم عميان ما اكتشفوا حضور الله بحياتهم، بينما هذا الأعمى شافوا بالقلب وبالعقل وبالفكر. لهذا برسالة بولس يقول اعبدوا الرب بكل قواكم بفكرك وعقلك وقلبك و كل حياتك مجدوا اسم الله. فهنا أخوتي أخوات المباركين خلينا نعيش، خلينا نكون عميان جسديا بس مفتحين بالقلب. مرات نقولها شوف هذا حتى باللبن مفتح، ليش؟ معناته مشيطن، معناته ذكي، معناته شاطر. ليش احنا شطار علميا وتكنولوجيا بس متى نكتشف الله؟ علامات نقراها بس علامات الله ما نقراها، علامات الطقس ونحزر اليوم مطر اليوم شمس اليوم غيم اليوم ثلج اليوم حارة اليوم باردة، هاي كلها نعرفها، بس ليش ما نقول اليوم الله موجود أو غير موجود؟ هذا الأعمى جسديا خلانا نعيد حساباتنا ونكتشف الله في حياتنا مرة أخرى ونقول مجد اسم يسوع دائما وأبدا. آمين. حتى نسير لقدام ويقودها روح القدس. آمين.